هذا وقد تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مركز معلومات الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة. وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ يعد إنجازا تاريخيا ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ. مهندس محمد صلاح محمود، مركز تحكم وتشغيل للشبكة الوطنية. هعرض على سيادتك فندم إمكانيات المركز ليوفر خدمة لكافة جهات الدولة ومنها جهات طوارئ. تم تأمين المركز مصادر متنوعة من التغذية الكهربائية، صالة المعدات بتحتوي على السنترال الرئيسي للشبكة والخوادم الخاصة بالخدمات التطبيقات اللي بتقدم من خلال الشبكة، ودي عددها 80 خادم. صالة التراسل بتحتوي على عدد 6 محطات ألياف ضوئية للربط. مركز هنا فندم بيقوم بتحكم وتشغيل عدد 2200 محطة لاسلكية بتوفر تغطية داخل الجمهورية لكافة جهات الدولة، بالإضافة للتحكم في عدد 1200 اتجاه مايكرويف لربط المحطات اللاسلكية بالسنترال. وربط هنا فندم بيعتمد بشكل أساسي على البنية التحتية لشبكة الألياف الضوئية بالإضافة لاتجاهات المايكرويف. تحكم في السنترال الرئيسي للشبكة والخوادم الخاصة بالخدمات التطبيقات اللي بتقدم من خلال الشبكة. تحكم في معدات الربط الداخلي والخارجي اللي بتقوم بربط المركز بجهات الدولة المختلفة. مركز هنا فندم بيتابع الحالة الفنية للشبكة على مدار 24 ساعة لمدة 7 أيام من خلال أطقم عمل من خلال 3 محاور. المحور الأولاني قياس معدلات أداء الشبكة، منطقة حصل فيها تكدس من المشتركين، المركز بيقوم بالمناورة بين الساعات المختلفة للمحطات اللاسلكية لضمان توفير أفضل خدمة للمشتركين. مثال على كده التكدس اللي حصل في الساحل الشمالي أثناء الأعياد، تم التعامل مع الموقف بالمناورة بين الساعات المختلفة للمحطات وتمت بنجاح. المحور الثاني من خلال تلقي بلاغ مشترك بيفيد وجود عنده عطل وبيتم التعامل مع العطل. المحور الثالث من خلال عناصر التشغيل داخل المركز ومتابعتها للأعطال. العناصر قدام سيادتك فندم هي عناصر مؤهله ومدربه وعندها خبرات تراكميه في التعامل مع الاعطال، وده مثال على عطل حصل بيتم تحليل نوع العطل وطريقه اصلاحه وبيتم الاصلاح. في بعض الاعطال بتحتاج الى مأمورات الدعم الفني، تم تقسيم الشبكه بالكامل الى 9 مناطق دعم فني لصوره اصلاح الاعطال ميدانيه. من هنا فندم المركز بيبقى عنده قاعده بيانات كامله بتوقيتات حدوث الاعطال، توقيتات اصلاحها، طرق اصلاح الاعطال. قاعده البيانات دي بتفيد المركز في تلافي حدوث الاعطال مستقبلا والتغلب على نقاط الضعف. الشات قدام سيادتك فندم هي شات حيه بتوضح طريقه تعامل عناصر التشغيل داخل المركز مع كافه معدات اللي تخص الشبكه ومتابعتها للحاله الفنيه للشبكه. من هنا فندم المركز هو قلب وعقل الشبكه اللي من خلاله بيتم التحكم في جميع معدات الشبكه الداخليه والخارجيه والمحطات اللاسلكيه والخوادم الخاصه بالخدمات التطبيقات اللي بتقدم من خلال الشبكه. وهي عمر فندم.